ما تأخر بعض الإعلام تينضم للحملة اللي شنتها أحزاب ومراجع دينية ضد مجتمع الميم عين. على وقع خطابات أمين عام حزب الله والوزراء والنواب اللي دعموه، اعتمد التقارير الإعلامية والمقابلات على أساليب عديدة من التضليل والكذب والتحريض لشن هجومه على المثليين، وكله تحت عنوان الدفاع عن الأسرة. الأسلوب الأول اللي لجأت له وسائل الإعلام كان التضليل، وأبرز مثل كان فزاعة الكلاب البشرية. نبشت قناة الميادين وثائقي ترفيهي عمره 7 سنين من إعداد شانل 4 البريطانية عن ظاهرة سموها وقتها الكلاب البشرية. ينبحون، يمشون على 4، إنهم الكلاب البشرية. بطبيعة الحال ما ذكرت معدة التقرير المرجع الأصلي اللي اجتزأت منه اللقطات اللي بتناسب نظريتها. We are a nation of dog lovers. But meet the men who don't just want to own a dog. Come on, babe. Secret Life of the Human Pups. Wednesday at 10 on 4. حرفت المضمون الأصلي وصار إنه المثليين هن اللي عم بيروجوا لهيدي الظاهرة. فقد انخرط فيها عدد كبير من الأثرياء وأصحاب التحصيل العلمي العالي بسبب انحرافات جنسية، فأغلب هؤلاء هم من الشواذ. وحرفت كمان تصريح مخرج الوثائقي اللي كان قايل فيه إنه هالأشخاص هن من كل الفئات والطبقات، وربطت التقرير بالشذوذ والشذوذ فقط. أسس تقرير الميادين ربط تلقائي عند الناس بين فزاعة الكلاب البشرية والمثلية وكرت المسبحة. تبنت مذيعة الأو تي في الموضوع وخافت هي كمان من تحويل البشر لمجموعة كلاب. في محلات صاروا بدون يسيروا قطط وكلاب والولد هو حر ينقي. هيدا صار تضليل وكذب. سوق الإعلام لأكاذيب بتخدم حملته على المثليين وبتجيش الرأي العام ضد الغزو الثقافي. مثلاً تقرير الميادين عن الكلاب البشرية إجا بعد تقرير عن فيلم باربي بيقول إنه في بالفيلم ترويج للنسوية والشذوذ، ضرب لمفهوم العائلة، أبطال متحولون جنسياً. وهيدا كذب، لأنه بالحقيقة وليلي حضر الفيلم بيعرف إنه ما في ولا دور علني لشخص مثلي أو متحول جنسياً. لدعم وجهة نظره استعانت معدة التقرير بتعليقات لمجموعة من التيك توكرز، أكيد كلهم شباب، عم بيهاجموا الفيلم وينقلوا انطباعاتهم عنه بصرف النظر عن مضمون الفيلم الفعلي. فيلم باربي، فيلم عن عروسة لعبة، ليش فيه شذوذ؟ العالم الملون بكل مكان. تخيل معي 13 سنة بنتك أو ولدك يدخل فيلم يشوف كلهم متحولين، الشباب كلهم متحولين إلى بنات. انتهى دور الإعلام بمهاجمة الفيلم بأنه استلقى وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى هيدي الأكاذيب والتعليقات التيك توكية ويعمل منها حملة رسمية لحجب الفيلم بلبنان. بس بعد أيام اعتبرت الرقابة بالأمن العام أنه ما في أي سبب فعلي لمنع العرض. بعد التضليل ونقل صور مغلوطة عن الأفلام والاستناد على فيديوهات من تيك توك، فتح الإعلام الهوى لعدد من الضيوف لإطلاق افتراءات متخيلة مثل ما عملت قناة المنار مثلا. ولكن في شيء أخطر من فرد، وهو برأيي لاعب الفوتبول. لاعب الفوتبول اللي هو مخنث، اللي هو عم ينشر هذه الصورة بصفته لاعب رياضي وشهم ومنجز وبحط جوال حلوة، عم ينشر هذه الثقافة حول العالم. أنت ورايحة على الأوتوستراد بتشوف كل جمعة إعلانات وتغيير. طب من أين لهم هذا؟ تضليل وكذب وتحريض. الأسلوب الثالث والأخطر اللي لجأ له الإعلام كان التحريض على المثليين بكل الأشكال الممكنة. تحريض مثلاً لما الإعلامي بيروج لفرضيات رفضها الطب من زمان. بعد ما عدي أمبارح كمان حضرت فيديو لأحد علماء النفس عم بيقول إنه إجا لعنده صبي كان بيفكر حاله بنت، مع العلاج الصبي رجع اقتنع بوضعه. يمكن في 1% أو 2%، مش أنا خبيرة لحتى أحكم بهذا الموضوع، عندهم إياها بالأرمونات تبعهم. والتحريض مثلاً لما الإعلامي يزايد على ضيفه إذا ما عطيه الجواب المطلوب، ولما الإعلامي بيضغط ليسحب الجواب يلي هو بيناسبه. حالة مرضية إذا منه التوصيف مرض عضوي، هي حالة مرضية نفسية تترجم بالجسد؟ لا لا لا، عادة الحالة المرضية بيكون لها علاج. هلا في إلى بعض علاج؟ هذا السؤال، هل هو مرض لحتى تعالجي؟ معقول نقص ببعض الهرمونات عند الرجل؟ أبدا؟ هي أكترية الأوقات لرغبة جنسية. والتحريض مثلا لما الإعلامي بشكل مباشر بيوصف المثلية بالخطرة ليحرك الجمهور ضد فئة من الناس. إن كانت محاولة للتوقف عند هذا الخطر الداهم الذي يدق الباب في مناسبة وأسبوع هام عندما نتحدث عن أسبوع الأسرة. وبينتهي التحريض مثلاً بتقطير كل شيء ذكر تحت شعارات ضخمة مثل الخوف على تفكك الأسرة، ضرب لمفهوم العائلة، أبطال متحولون جنسياً، مودة ورحمة، علاقات عاطفية ونظام داخل الأسرة. لكن هو حاصل من هجمة غربية منظمة على نواة مجتمعاتنا الصلبة لعله عين السياسة.
مرة جديدة أثبت بعد الإعلام أنه هو ركن أساسي من أركان النظام الكراهية، وأنه مستعد يلجأ لأساليب النظام نفسه من تضليل لكذب لتحريض بهدف أذية وتهميش مجموعة زنبة الوحيد أنه قررت تحب وتنحب.